رحلتنا الصباحية لليوم رح نعيش فيها طقوس رمضان بدول وثقافات مختلفة، ومن لبنان البداية. فزينا لاستقبال الشهر الفضيل زينت المشهد بشوارع بيروت المختلفة، وحركة الناس بالأسواق كسرت قيود الوضع المعيشي بصعوباته. وبمصر فوانيس رمضان أضاءت لتزين ليالي الشهر الفضيل، وبنورة تحدد ظلام الإرهاب. الختام من ماليزيا، فطقوس الشهر الفضيل جمعت عدد كبير من الناس على موائد الإفطار. ومع هاي المشاهد نختم جولتنا الرمضانية حول العالم. رمضان كريم.